مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات. وكشف تقرير عن أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة جائحة كورونا، مبينا في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. في الوقت نفسه تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق. وكانت الإيكونوميست قد أكدت عام 2023 أن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط. كما أشار تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال عام 2021 بشأن مساعدة الإصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات. من جانبها أكدت وكالة موديز أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وأن التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات. كما عدلت وكالة موديز من التصنيف الائتماني لمصر بعدما حولت نظرتها المستقبلية للاقتصاد لإيجابية. هذا وتوقع بنك جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26 مليار و500 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، متوقعا ارتفاع احتياط النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، على أن يصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وأوصى بنك جي بي مورغان الأمريكي المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لمدة عام، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة، خاصة مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بجانب وجود محفزات كثيرة للمستثمرين، متوقعا أن يتباطأ التضخم على مدار العام ليسمح ببدء خفض الفائدة. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول أبرز الإشادات الدولية لمصر في ظل استمرار جهودها نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.